رائعة ووقت جميل للسباق. الجاهزية لجميع أبناء القبائل. هنا ناتي إلى هذا الملخص، ناتي إلى شديدة البريدي، هي من ذهبت بهذا الكاس. تهانينا والناموس من الأعماق نزفها على ظهر شديدة الحمد بن عبد الهادي بن حمد البريدي المري. تزف الناموس والكاس إلى دولة قطر الشقيقة وإلى ميدان الشحانية ب 13 دقيقة 11 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. إذن التوقيت الأفضل يسجل هنا مع البريدي في هذه الأمسية الرائعة. بينما هذه لحظات التتويج، هذه لحظات التتويج. هنا أيضا سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد الهيان يتوج أيضا الفائزين بهذه الأمسية الرائعة والجميلة في هذا الانطلاق الكبير. إذا مشاهدين الأعزاء يأتي شوط الزمول، بنوك المستقبل هي أيضا من نافست حتى الرمق الأخير، فكان هناك وشام والحذر، ولكن استطاع وشام لسعيد بن سيف بن عبيد بن كديدة هو أن يفوز في شوط الكاس، هو أن يفوز في شوط الرنج روفر السيارة الفاخرة. تهانينا والناموس. 13 دقيقة 41 ثانية، جزئين من الثانية. هذه هي الانطلاقات الرائعة والجميلة. شوطنا الثالث مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، وهذا هو تسليم بن كديدة. لحظات التتويج بهذا السي بهذا الكاس الغالي بالفعل. هنا الزمول بنوك المستقبل يتوج واحد من الأبطال في هذه الأمسية. ثالث الأشواط، المنافسة حتى الرمق الأخير كانت ما بين حشيمة وما بين أيضا كيف، فلكن حشيمة أيضا هي من فازت في هذه الأمسية الرائعة. مسلم بن علي بن دري المنصوري من أيضا أراد السلامات لأهالي الختم بمدينة العين دار الزين. تهانينا لأبو علي. 13 دقيقة 30 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. مسلم بن علي بن دري المنصوري رابع الأشواط أمسية هذا المساء مع شوط الختام، شوط الوداع هو الشوط 125. يأتي هنا السعدون رياض بن ثامر السعدون أحد العشاق والمتيمين لهذه الرياضة والعشق الكبير بأن يشارك في أشواط الكبار، فقدم الأسطورة فكانت أسطورة بالفعل. رياض بن ثامر السعدون 13 دقيقة 23 ثانية، أربع أجزاء من الثانية. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعي قناة أبو ظبي الرياضية في كافة أقطار العالم، عشنا معكم خمسة أيام متتالية على فترتين صباحية ومسائية. عشنا مع هذه الكؤوس، عشنا مع هذا النقل الحي والمباشر من قناة أبو ظبي الرياضية. شكرا للجميع، شكرا لإسامة الهواري مخرجي هذا السباق، شكرا لمسعود الكثيري، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالواتس والتعليق، شكرا ليوسف بن قاسم البلوشي، شكرا أيضا لكل الزملاء. محدثكم سالم بن علي الحبسي في هذه اللحظات يسرني ويسعدني أن أشكر الجميع واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.